السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إيهاب السرفندي من قناة إيهاب تي في. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله تكونوا مبسوطين يا أحلى متابعين في الكرة الأرضية. اليوم بدنا نحكي عن مراجعة جديدة وعن حاجة جديدة، مقارنة بين موبايلين، موبايل من شركة شاومي وموبايل من شركة سامسونج. الموبايلين هدول يعني عليهم مبيعات والناس محتاجينهم والناس محتاجين عنهم مقارنات علشان يعرفوا ايش يشتريوا. في عنا موبايل ريدمي 9 من شركة شاومي، وفي عنا موبايل من شركة سامسونج ام 11 والريدمي 9. هدول الموبايلين بدنا نشوف عليهم مراجعة يعني كل ما يحتوي هذا الموبايل وهذا الموبايل من داخل. فكونوا معنا ولا تنسوا اللي مش مشترك معنا يعني ضروري يشترك في القناة ويفعل زر الجرس، واستنونا للآخر علشان تعملوا إعجاب للفيديو بعد الانترو. يلا خلينا نيجي نشوف مع بعض. تكنولوجيا الموبايل عالم واسع، وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة. إيهاب تي في تقربك أكثر، فكن على قرب منا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ المقارنة بين موبايل سامسونج M11 وموبايل شاومي ريدمي 9. طبعا هذه المقارنة انطلبت مني أكثر من مرة وطلبوها المتابعين، وأنا طبعا هيني بدي أعملها والكل إن شاء الله هيشوفها. وأي حاجة بدكم إياها كمان مقارنة تانية اطلبوها. هاي موبايل الريدمي 9 وهي موبايل M11. الموبايلين طبعا من البلاستيك، الظهر بلاستيك والفريم بلاستيك. الموبايلين في هنا الموبايل 4 كاميرات، الموبايل الريدمي 1 2 3 4 والفلاش ليد والبصمة. هنا عندنا الام 11 1 2 3 3 كاميرات والبصمة. تصميم الموبايلين من الظهر شفنا فيه هنا 3 كاميرات، هنا 4 كاميرات وبصمة الخلفية. في هنا عندنا النوتش ريدمي 9، هنا ثقب الام 11 تحت، تايب سي نفس الاشي، مايك هنا، في مايك هنا، في سماعة سبيكر، هنا في سماعة، هنا في عنا سماعة الاذن تحت، هنا سماعة الاذن فوق، هنا في اي ار، هنا ما فيش في اي ار. طبعا شاومي بتحط اي ار، سامسونج ما بتحط. ومقابل هيك انه في الكرتون اصلا هنا فيش سماعة وهنا كمان فيش سماعة. يعني احنا لو جينا للشكل الخارجي والتصميم الخارجي للموبايلين، يعني هنقول انه هنا في يعني التصميم هذا الجديد اللي هو الكاميرا السلف على الشمال في ثقب، وهنا نوتش، يعني هذا قديم هذا جديد، يعني هذا قبال هذا. هنعطي واحد واحد، واحد لريدمي 9 وواحد لام 11. نيجي للشاشة، خلينا نركز شوي. طبعا هاي الموبايلين، هاي ايش الريدمي 9 وهي الام 11. بخصوص الشاشات، شاشة الريدمي 9 وشاشة الام 11. الريدمي 9 نوعها IPS LCD، وهنا TFT، هنا كتفت البكسلات 395، هنا كتفت البكسلات 268، هنا عليها غوريلا جلاس الجيل التالت، هنا مفيش طبقة حماية. هنا عندنا فول اتش دي بلس اللي هو الريدمي 9، وعندنا الام 11 اتش دي بلس اللي 2340 في 1080 هنا في الريدمي 9، وهنا عندنا 1600 في 720. فعندنا بفوز جهاز ريدمي 9، بتكون شاشته افضل من شاشه الام 11، وهنا نقطه تحسب لموبايل الريدمي 9 على حساب الام 11. نيجي الان للمعالج. معالج الريدمي 9 من ميديا تك هيليو G80، وقبل هيك عملنا عليه مراجعة على المعالج بينه وبين نوت 8، وهتلاقوا فوق في العلامة البيضاء في علامة الاي هتلاقوا المراجعة، اللي بده يشوفها بيقدر يرجع لها. الريدمي 9 المعالج ميديا تك هيليو G80 12 نانو. هنا عندنا في سامسونج سناب من كوالكوم، طبعا سناب دراجون 450
تكنولوجيا 14 نانو. بالمناسبة ال 14 نانو وال 12 نانو يعني دائما الأقل من نانو بيكون مستهلك للطاقة أقل وسخونة أقل. فهنا أنا المعالج هيكون الكف الأرجح هتكون طبعا مبينة واضحة لريدمي 9، لأنه معروف يعني السناب دراجون 450 معالج مش جديد، معالج قديم وإحنا عارفينه بالألعاب. حتى لو بدي أنا أفتح يعني بشكل يعني على السريع، لو بدي أجي أنا مثلا للبابجي، هاي بابجي مين يفتح معنا اللعب أفضل أسرع يكون هو الأفضل. الريدمي 9 فتح أسرع من الام 11 لأنه واضح أنه المعالج جديد هناك معالج قديم. نيجي الآن لا بعد المعالج طبعا هيكون النتيجة 3 للريدمي و1 للام 11. الموبايلين زي بعض 64 جيجا 64 جيجا و4 رام و4 رام نفس الشيء. المعالج الرسومي للريدمي 9 هيكون طبعا مالي جي 52 وهنا هيكون ادرينو 506 في السامسونج. نيجي للكاميرات. طبعا النتيجة احنا قلنا انه 3-1 المعالجات بعد المعالجات والكاميرا الرام والذاكرة الداخلية. الكاميرات نيجي للكاميرا الريدمي وكاميرا الام 11. الكاميرتين او الجهازين عندنا هنا 13 الاساسي 13 و8 و5 واثنين. هنا عندنا 13 و5 و2. الكاميرا الأمامية هنا 8 وهنا 8 نفس الشيء. هنا 8 بفتحة عدسة 2 وهنا بفتحة عدسة 2 وايد. لكن خلينا نشوف الصور احنا قدامنا بكون أفضل. خلينا نشوف الصور. هاي صور الموبايل. هاي هنا الريدمي 9 وهنا السامسونج الام 11. هاي الصور زي ما انتم شايفينهن. الصورة الاوضح واللي انا شايفها اقرب للحقيقة واوضح انه انا شايف انه صورة الريدمي 9 هنا اقرب ومش بطالة اصلا. الام 11 صورته ما هي بطالة. طيب خلينا نشوف الصورة اللي بعديها. أنا هذا أقرب الحقيقة وألوانها هيك مشبعة في الألوان. هنا مش عارف أنا هيك كمان هنا ممكن نشوف في هنا نشوف مقطع فيديو. خلينا نشوف مقطع فيديو. هنا السيلفي قبل مقطع الفيديو. هي السيلفي. هي ألوان. هي الألوان ألوانها حلوة. هنا برضو السيلفي ألوانها حلوة في السامسونج. وهي هنا صورة وهي هنا صورة حلو برضو ألوان السامسونج. فيعني احنا لو جينا لو بدنا نعمل خلينا نشوف الفيديو قبل ما نعطي المحصلة. الكاميرا انا شايف انه الكاميرا الخلفيه
في الفيديو وفي يعني كاميرا الريدمي 9 يعني مشبع الالوان اكتر، في كاميرا السامسونج الوان يعني ها بهت شوي، لكن كاميرا السيلفي في السامسونج كانت افضل. يعني خلينا نعطي الكاميرات، يعني يكون المحصلة الكاميرات هيكون عندنا التصميم 1:1، النتيجة الشاشة 2:1 لصالح ريدمي، المعالج 3:2، الكاميرا يعني هتكون كاميرا الريدمي يعني في الخلفية يعني مقابل هذه 1، هتكون المحصلة 1:1، فهتكون النتيجة الكاميرا 4:3، 4 للريدمي و3 للأم 11. نيجي إلى البطارية، البطارية الموبايل هذا والموبايل هذا، هنا البطارية الريدمي 5020 وهنا السامسونج 5000 ملي أمبير. الكاميرات زي بعض، هتكون النتيجة هنا 1 وهنا 1 نفس الاشي، هيكون النتيجة 5-4، 5 للريدمي و4 للسامسونج الام 11. شبكات الموبايلين زي بعض، شبكات عادية في الواي فاي وفي شبكة الاتصال، ما في مشكلة في الشبكات. نشوف الصوت، صوت الموبايلين. صوت الريدمي 9 هي صوته عالي وكويس. نشوف السامسونج، اللي شايفه انا انه الريدمي 9 صوته اعلى من الام 11. فهنا بالصوت الريدمي 9 هيكون عندنا نتيجة 6:4 لصالح الريدمي 9. بخصوص الان ضل اخر اشي بخصوص السعر، سعر الموبايل الريدمي 9 حوالي $139 وسعر الموبايل السامسونج الام 11 سعره $160، يعني سعر الموبايل الريدمي 9 سعره ارخص من الام 11 بحوالي $21. بهيك بتكون المحصلة بعد السعر هيكون 7 للريدمي و4 للسامسونج. بهيك بكون معنا جهاز الموبايل الريدمي 9 هو الفائز. فأي واحد بده يشتري موبايل، لو خيروك بين موبايل ريدمي 9 وموبايل سامسونج ام 11، اشتري ريدمي 9 وتوكل على الله وانت نايم، يعني ما تشاور حدا خلص. هيك الفيصل هذا الفيديو للموبايلين، وهيك الامور وضحت اكتر، واللي طلب الفيديو بيقدر يشوف ويشوف كل الامور هذه. واحنا ان شاء الله هيكون عندنا اختبارات اخرى لموبايلات اخرى ومراجعات اخرى ومقارنات اخرى. هيك انتهى الفيديو. بهيك المقارنة خلصت بين موبايل ام 11 وموبايل ريدمي 9، هدول الموبايلين خلصت المقارنة بينهم وعرفنا مين الموبايل الافضل. هو الموبايل الافضل اللي هو موبايل ريدمي 9، يعني من السعر ومن حاجات كتير. فاللي بده يشتري يشتري ريدمي 9، ما يشتري ام 11 بنفس يعني الفئة السعرية هذه، ولغم انه هذا الجهاز اغلى شوي، لكن موبايل ريدمي 9 بكون افضل. وتنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، والى اللقاء في مراجعة اخرى ومقارنة اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.